مرحبا أيها النجوم، معكم المعلق الأخضر. مثل ما تابعنا في هي سوبر ستار وتتويج فريق الأطفال، لاحظ تميز هذا الفريق عن بقية الفرق الأخرى، وذلك في اعتماد استراتيجية محكمة من خلال تقسيم الأدوار في الاعتماد على مهارة اللاعبين حسب طبيعة الواجهات. فإذا كان نسق المباراة سريع، فإن فريق الأطفال يتخذ خطة تكتيكية بامتياز باتباع تحركات حذر للدخول للزون والانتظار حسب الخطة التي يضعها القائد غازي. أما إذا كانت المواجهة مغلقة أي دروب تكتيكية، فإن فريق الألفا يغير استراتيجية اللعب لتصبح طريقة هجومية عنيفة، وذلك بالاعتماد على محور الفريق وهما اللاعبين ريمايند وأبو كرم لجمع أكثر نقاط قبل ضغط الزون وعدم الاستسلام، مما أعطى أفضلية عن بقية الفرق الأخرى. فانتظروا ممثل سيرفر مينا في النهائيات العالمية والتي ستقام في دولة تايلاندا إن شاء الله.